أجواء مميزة تسودها ابتسامة البراءة والتفاعل مع الموسيقى الأمازيغية، أحيت رياض الأطفال بولايتي النعامة والبويرة مناسبة رأس السنة الأمازيغية لإبراز مكامن هويتنا الوطنية. خدمت في مغرى بومنزوي يناير، خدمت تاك دواره شي مشطاح باش كني اس الناس ثقيما ولا شاد الشفونه الزرن داشوت يناير داشوت تمازيغ تنا نخميت باش كنا نستشم الفرحه قول براش لنا اللي ود الراشه كنا نفهم شو العوايد لنا نزي كان في تكن جدود لنا باغ اكزومبل نويث سخامه قديم ولا ناكل دوزان نزيكا كان في سبوي كان في قدش ناكل راشيني نزيك نكوني كنا توالي مثلا تشبح هذه لوين يبدل ذي فسكيه كي شوي مقرن وذا المعاونه ونر كل ولا المحسنين دي تاكنا فوش المعاونه سي ثما يو ذا راه تجميلتي نزلغ انت السلام مره ذوي إيك موبيليزين قشوش مشوش مزي مقر الساقي وكد حضر ميثنا ثرزد غورنا لاكريش سي الولاية سي الولاية قلنا سي تو فيرس لاكريش مارا مكو أني ساكو أمين بلا ما نتوا هذا السنية هذه اللي القديش مقر العسلمان ونرذاقي المناسبة فرصة لاستذكار عادات وتقاليد الجزائر من أكلات شعبية ولباس تقليدي أصيل وتزين أيادي البراعم بالحناء وسط الزغاريت. هذا الحفل هو فرصة لتعريف الأطفال لكي يكتشفوا ويتعرفوا على الموروث الثقافي والاجتماعي الجزائري، ودوما نغتنم هذه الفرص لتقديم معارض الأواني والألبسة والمأكولات التقليدية التي تشتهر بالطبع المنطقة. نسعى لتعريف الأطفال في إطار الثوابت الوطنية وغرس الروح الوطنية إلى تلقينهم كل ما يتعلق بالموروث الثقافي والاجتماعي الجزائري، كل ما يدخل في بناء وتكوين الشخصية الجزائرية. مثل هذه المناسبات والتي تعد محافظة على الموروث الثقافي الأصيل، تعد أيضاً مناسبة لتعليم الأطفال وتوريث عادات وتقاليد المجتمع الجزائري الذي تكمن قوته في تنوعه. تجاس مجاس أسجاس مربوح كزلنا يزأم الجاز بس قوسة مجاز القبيل مرة